زي اليوم من دول اتولد في الدنيا دي بنت وولد، كانوا لينا طوق النجاة وغيروا شكل الحياة. اللي كان للدنيا دي حلم، واللي كان ليها فيلم، واللي كان لينا نجم وفنه بنستناه. اسأل تاريخنا تلاقي من العصر اللي اسمه الدائي، واسمهم اللي باقي نور يديهم الحياة في ميلاد نجم. 2 فبراير هو تاريخ ميلاد المخرجة المميزة ساندرا نشأت. قدرت ساندرا تكون مختلفة في الأعمال اللي بتقدمها سواء كانت أفلام أو أغاني، فمثلاً أول أفلامها الروائية القصيرة هو فيلم آخر شتاء، ومن أفلامها الروائية الطويلة كان فيلم مبروك وبلبل للفنان الكبير يحيى الفخراني. استمرت ساندرا في تقديم أفلام مميزة زي فيلم ليه خلتني أحبك وحرامية في كي جي 2، واللي كان بيعتبر من الأفلام اللي حققت نجاح كبير وحقق لها نقلة في حياتها الفنية. ما اكتفتش ساندرا بإخراج الأفلام، وده لأنها قامت بإخراج أغاني لفنانين كبار زي محمد فؤاد، فقامت بإخراج أغنية فاكرك يا نسيني، وخالد عجاج أصعب حب، وغادة رجب أغنية لماذا. وبعد العمل في إخراج الأغاني رجعت ساندرا تاني لإخراج الأفلام، وقدمت مجموعة من الأفلام الناجحة مع النجم أحمد عز، منها فيلم ملاك اسكندرية واللي كان محطة مهمة ليهم لأنه حقق نجاح كبير، وبعده قدموا فيلم مسجون ترانزيت وكمان المصلحة. وعلى الرغم أننا تعودنا على ساندرا نشأت أنها مخرجة، إلا أن المفاجأة أن كان ليها تجارب إعلامية، وده كان من خلال برنامج المخرج اللي كان بيتذاع على القناة التانية المصرية. وبكده خلصت حلقتنا من ميلاد نجم. بنقول نجمتنا كل سنة وهي طيبة، استنونا بكرة في حلقة جديدة.